صورات اللي وراك شمال. العمليات في محور الخازر مستمرة حسب ما خطط لها. يوم أمس تم السيطرة على ناحية برطلة بالكامل. اليوم جاري عملية تطهير وتفتيش ورفع العبوات والسيطرة على الأكداس والأسلحة اللي موجودة داخل برطلة. لحد الآن احنا سيطرنا على عدد كبير من الآليات والأسلحة وأكداس الاعتداء. عثرنا على أنفاق عديدة تم السيطرة عليها، عثرنا على أحزمة ناسفة عديدة وأيضا أصبحت بحوزتنا. جاري عملية التفتيش، اليوم إن شاء الله تكمل عملية التفتيش ونستأنف هجومنا باتجاه باقي المناطق. أما بالنسبة لمعنويات قطعاتنا، فمعنويات قطعاتنا عالية جدا، وخير دليل ما قاموا به البارحة. عملية كان مخطط لها أن تنجز بسبعة أيام، أنجزت في يوم واحد. فمعنويات مقاتلي القيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب عالية جدا، من المتحدث وصولا إلى آخر جندي في القيادة، وأيضا معنويات كل قطعات الجهاز عالية ومستعدة لتنفيذ الواجب، وإن شاء الله ينفذ بوقت قياسي وخارج التوقعات. أما بالنسبة أجاوب على شطرك الأخير من السؤال، أما بالنسبة لمعنويات العدو، فالعدو منهار وأصاب الانكسار والخذلان وتقهقر وبلاذ بالهزيمة والفرار. يوم أمس كبت خسائر كبيرة تجاوزت 80 قتيل يوم أمس. خسائر العدو خلال المعركة البارحة، العدو دفع 15 عجلة مفخخة تم تدميرها. اليوم أيضا حاول في قرية خزنة أن يتعرض على قطعاتنا ودفع عجلتين مفخخة وتم تدميرهن أيضا بالكامل. خسر ما يقارب 80 قتيل يوم أمس. اليوم أيضا لح يخسر أكثر، لحد الآن ما عندي إحصائية دقيقة بما خسر اليوم بالاشتباكات الحالية. خسارة أيضا بالآليات والأسلحة والمعدات كبيرة. تم السيطرة على عدد كبير من أكداس الأعتداء والأسلحة وكذلك الآليات. العدو منهار، وأني أتوقع ملح يصمد أمام قطعاتنا فترة طويلة وصولا إلى الموصل. البارحة المنطقة السعلينة وعبرنا من ساطر بيشمرقة الخط النهائي من بيشمرقة ودخلنا منطقة برطلة. منطقة برطلة كاملة بأطراف الحمدانية ومناطق
القرى بحينا كلها نظفت وراح تنظف اليوم هيك من اللغم واي شيء بي راح تنظف على مود اهل برطله يرجعون مكاناتهم. نحن الان في ناحيه برطله المحرره والتي تم تحريرها يوم امس من قبل ابطال جهاز مكافحه الارهاب. القطعات المحرره اليوم بدات بعمليه التفتيش والتمشيط لكل المنازل ولكل الدوائر ولكل البنى التحتيه. اليوم الجهاز أحكم السيطرة بشكل كامل على ناحية برطلة. نقول لأهلنا في محافظة نينوى اليوم القطعات المحررة على مشارف مدينة الموصل. ناحية برطلة لا تبعد سوى عدة كيلومترات عن مدينة الموصل. ستكون هناك انتصارات كبيرة وكثيرة للقطعات المحررة خلال الأيام القادمة. اليوم الأهالي ينتظرون بفارق من الصبر قدوم القطعات المحررة، ونقول لهم سنكون في مركز مدينة الموصل، ستكون الموصلية مع فرحة جميع العراقيين في مركز مدينة الموصل في يوم التاريخ العراقي المشرف ألا وهو تحرير مدينة الموصل. نريد من أهالي محافظة نينوى أن ينتفضوا كما انتفض العراقيين ضد الاحتلال الإنجليزي عام 1920 في ثورة العشرين، أن ينتفضوا ضد هذا التنظيم الإرهابي. حقيقة نحيي الموصلية وأهل الموصل من خلال قناة الموصلية. نعم، رسالتنا اليوم لجنة الأمن والدفاع في الخط المتقدم في منطقة برطلة مع جهاز مكافحة الإرهاب، نبارك هذه العملية البطولية التي قامها فيها هذا الجهاز، وهناك عمليات أخرى في جميع محاور القتال الستة. نبارك هذه الانتصارات. تحرير مدينة برطلة كان أشبه بصولة فرسان حقيقية، كانت فيها حاضرة جميع مبادئ العسكرية الصحيحة العراقية التي كانت فيها الحفاظ على البنى التحتية والحفاظ على روح المواطن العراقي المقاتل، وكذلك الحفاظ على المناطق القريبة من هذه المناطق دون استهداف المدنيين. نعتقد أنه خلاص أهلنا في مدينة الموصل قريب من خلال هذه النخبة الخيرة التي موجودة في محاور القتال العدة المحيطة بمدينة الموصل، يوما بعد يوم تطبق القطعات الأمنية أحكامها على مدينة الموصل رويدا رويدا. نعتقد أنه ستزف البشرى قريبا أن خلاص أهلنا في مدينة الموصل من هذه العصابات المتجذرة في خلال أكثر من سنتين داخل المدينة.